السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد التدريس اللي كيجي رائع، كيجي في القفاطن وفي القندورات، وعلاش لا حتى في الجلالب. صراحه كيجي رائع وماوي في نفس الوقت. كيف كتشوفوا الشكل ديالو؟ كيجي رائع وسهل في الخدمه، دغيا كيطلع. غادي نبدا هنا معكم على بركه الله. اول حاجه درتها درت الحبيك، هو الاول هنايا كان انا هنايا درته في الكم. غادي نبدا معكم هنايا. هنا اول حاجه غنديرها، غادي ندير هنا واحد جوج سلاسل، غادي نقز واحد الحبكه، غادي نجي الحبكه اللي موراها، غادي ندير غرزه حشو. هنايا غادي نطلع بجوج سلاسل، غادي نرجع نفس المكان، غادي ندير 10 ديال الاعمده هنايا. فهاد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هنا درت خمسة ديال الأعمدة، بقاو ليا خمسة، غادي نزيدهم هنا ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. هنا غادي نقز، عندي هنا واحد جوج، في الثالثة غادي ندير غرزة حشو، غادي نطلع بجوج سلاسل، غادي ندور العمل نتاعي. هنايا غادي نحسب واحد جوج، غادي ندير غرز، غادي ندير عمود. غادي ندير ثاني جوج سلاسل، غادي نقز واحد جوج، غادي نجي للثالثة غادي ندير فيها عمود. هنايا غادي ندير ثاني جوج سلاسل، وغادي ندير واحد جوج، العمود الاخير غادي ندير فيه، الغرزة الاخيرة غندير فيها عمود. هنايا غنطلع بواحد سلسلة ولا جوج، غندور العمل، غادي نجي الفراغ الاولاني غادي ندير فيه 8 ديال الاعمده. عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. غادي نجي فوق هاد العمود هذا، غادي ندير غرزة حشو هنا. هنا درت غرزة حشو، دابا غادي ندوز للفراغ الموالي، غادي ندير فيه حتى هو 8 ديال الأعمدة. عندينا العمود الأول، عندي العمود الثاني، مهم غادي ندير هنايا 8 ديال الأعمدة. هنايا عندي نفس الشيء فوق هاد العمود هذا، غادي ندير غرزة حشو هنا فوق هاد العمود هذا. وغادي نضيف عاود هنايا 8 ديال الأعمدة.
والعمود الاخر اللي هو الثامن، هنايا غادي نقز، عندي هنايا غادي نقز واحد جوج، غادي نجي في الثالثه غادي ندير غرزه حشو. هنايا غادي ندير ثاني، نعود معكم وحده اخرى، عندي هنايا جوج سلاسل غادي نضيف في الغرزه المواليه، غادي ندير غرزه حشو. هني غادي نطلع بثلاثة السلاسل، هنا غنرجع للمكان اللي درت فيه، اللي درت فيه هنا جوج سلاسل، غادي ندير 10 ديال الأعمدة. صافي عندنا 10 ديال الأعمدة، تقدروا ديروا غير 8 ديال الأعمدة إلا بغيتوا ديروها صغيرة. هني غادي نقز واحد جوج، غادي نجي في الثالثة غادي ندير غرزة حشو، غادي نطلع هنايا بجوج سلاسل، غادي ندور العمل ديالي. هني غادي نقز، عندي هنا جوج سلاسل، غادي نجي في الثالثة غادي ندير فيها عمود، ندير ثاني جوج سلاسل، غادي نجي للثالثة غادي ندير فيها عمود، غندير ثاني جوج سلاسل وغادي نمشي للعمود الاخير غادي ندير فيه عمود، اولا الغرزة الاخيرة غندير فيها عمود. هنا غنطلع جوج سلاسل، غندور العمل وغادي نجي الفراغ الاول غادي نخدم فيه ثاني 8 ديال الاعمده، هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، غادي نجيو لهاد العمود اللي قدامنا غادي نديرو فيه غرزة حشو. غنمشيو للفراغ الموالي ثاني غادي نديرو فيه 8 ديال الأعمدة. هنا من بعد ما سديتها غادي نعاود وحدة أخرى ثاني معكم، عندي هنا غندير جوج سلاسل، غادي ندير غرزة حشو في الغرزة الموالية، غادي نطلع هنا بجوج سلاسل، غنرجعو للمكان دوك جوج سلاسل غادي نخدمو فيهم 10 ديال الأعمدة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنايا غادي نخلي واحد جوج، غادي نجي في الثالثة غادي ندير غرزة حشو. هنايا غنطلع بجوج سلاسل، غادي نقلب العمل، غادي نخلي جوج سلاسل، غادي نجي للثالثة غادي ندير فيها عمود، غندير ثاني جوج سلاسل،
ونخلي عود واحد جوج نجي في الثالثة. تاني جوج سلاسل نمشيو الغرزة الأخيرة غندير فيها عمود. غنطلع بجوج سلاسل قلب العمال، غنديرو عاود ثاني هنايا 8 ديال الأعمدة. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، صافي. هنايا فوق هاد العمود غادي نديرو غرزة حشو هنا، هنا غادي نكمل، غادي ندير 8 ديال الأعمدة هنا وندير غرزة حشو هنا و8 ديال الأعمدة ونرجع معكم. هنايا وصلت معكم للنهاية، هذا هو الشكل النهائي ديال التدريس، صراحة كيجي رائع، كنتمنى تجربوه. بالنسبة لهاد الفراغات هادو راه تقدروا ديروا فيهم عقيقات، غادي يجي رائع أكثر. أنا هنايا غادي نخليه هكا، درتو غير القندورة ديال القندورة ديال الدار، ما ماشي بالضرورة غندير ليه العقيق. وشكرا لكم بزاف على المشاهدة، ونتلاقاو إن شاء الله مع فيديو آخر، وما تنساونيش تشتركوا عندي في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتلاقاو إن شاء الله، وشكرا لكم بزاف.